24 بودكاست فيلم قص مع علي أبو كباش. أهلا بكم أصدقائي الأعزاء في حلقة جديدة من بودكاست فيلم قص. كانت المفاوضات مع ريال مدريد حول حقوق صورة اللاعب كيليان مبابي معقدة، لكن يقال إن والدته فايزة العماري ومحاميته استخدمتا قوتيهما التفاوضية للحصول على ما يصل إلى 80% من تلك الأموال للاعب. وفي المقابل وافق مبابي على الحصول على أجر أساسي لا يفوق كثيراً أجر زميليه في فريقه الجديد فينيسيوس جونيور وجود بلينغهام، وتشير التقارير إلى أن اللاعب سيحصل على مكافأة توقيع بقيمة 150 مليون يورو مع راتب سنوي قدره 15 مليون يورو. يقول سيمون أوليفيرا المدير الإداري لوكالة كين بارتنرز بعد أن عملت مع ريال مدريد ومع كيليان: كلاهما يفكر بالطريقة نفسها في التعامل مع العلامات التجارية، وهذا يعني أن يكونا انتقائيين ويعملا بشكل أساسي مع العلامات التجارية المتميزة، لذلك أرى الكثير من التآزر بينهما. وحتى عندما كان بيكهام هناك فإن 95% من الصفقات كانت تتمحور حول الفريق وليس حول الفرد. كانت مسيرة بابي دائما مختلفة وتم حصرها تحت إدارة عائلته. كان والده ويلفريد لاعبا سابقا على مستوى الهواة، وكانت والدته فايزة العماري التي لعبت كرة اليد على مستوى عال في فرنسا تعتني بصورته وأنشطته التجارية. وللمعلومة استفاد والدا كيليان مبابي من الخبرة التي اكتسباها من توجيه شقيق مبابي بالتبني جيريس كيمبو أيكوكو الذي يكبره بعشر سنوات، حيث تطور من موهبة شابة معجزة إلى لاعب محترف مع رين في الدوري الفرنسي. أصدقائي الأعزاء، أصبحت شركة نايكي أول شريك تجاري لفريق مبابي حين قدمت له حذاء مجانيا منذ أن كان عمره 10 سنوات، وقدمت له أول عقد تجاري بعد عامين. ومع بزوغ نجمه رفضت العائلة كثيراً من الفرص التجارية، مفضلين العمل فقط مع العلامات التجارية النخبوية التي اعتبروها مناسبة له. فتى باريس الخارق هنا يسجل الهدف الأول. إن أبطال الانتظار بالنسبة لهذه الجماهير، حضر كيليان وسجل مبابي. بعد فترة وجيزة من فوزه في نهائي كأس العالم ضد كرواتيا في روسيا عندما كان عمره 19 عاما، وقع مبابي مع شركة صناعة الساعات السويسرية هوبلو، وفي عام 2020 أصبح مبابي البالغ من العمر 21 عاما أصغر نجم غلاف لسلسلة ألعاب الفيديو EA Sports فيفا. ومن بين شركائه التجاريين الآخرين العلامة التجارية للنظارات أوكلي ومنصة NFT الرياضية الخيالية سورير وعلامة الأزياء ديور. وفي عام 2017 عندما كان مبابي مراهقا في موناكو تم تأسيس شركة تدعى KEWJF، والتي ترمز إلى كيليان وإيثان الأخ الأصغر لمبابي الذي كان زميلا في فريق باريس سان جيرمان ولكنه الآن مع ليل، وولفريد وجيريس وفايزة التي تولت منصب الرئيس وكيليان كمساهم بنسبة 100%. وكان الهدف من ذلك التعامل مع جميع الترتيبات التجارية والتسويقية والحفاظ على رقابة مشددة على الصورة التي يتم عرضها. وكانت المستشارة المهنية الخارجية الوحيدة للعائلة هي دلفين فيرهيدن، وهي محامية رياضية بارزة مقيمة في باريس. أصدقائي الأعزاء، بعد الفوز بكأس العالم 2018
تبرعت العائلة بمكافأة كيليان البالغة 350 ألف يورو إلى جمعية بريمرز دي كوردي، وهي جمعية خيرية تساعد الأطفال المعاقين من خلال الرياضة. في عام 2020 تم إنشاء مؤسسة Inspired by KM التي تحصل على 30% من أرباح مبابي، ومن خلال أنشطتها تلقى 49 ولداً و49 فتاة تتراوح أعمارهم بين 13 و 21 عاماً التعليم لإعدادهم لمهن مستقبلية. لقد سعى مبابي إلى مزج هذا الضمير الاجتماعي مع شراكاته التجارية بطريقة تبدو جديدة للغاية، حيث أطلقت شركة نايكي في ديسمبر 2019 مجموعة ملابس تحمل العلامة التجارية بوندي دريمز التي تحمل الرقم 93، وهو الرقم الإداري لمنطقة سين سان دوني، وهي صفقة تتعلق بجمعية خيرية للأطفال الذين يعانون من ضعف البصر. وفي صيف 2022 أنشأ مبابي شركة إنتاج خاصة به تسمى زيبرا فالي، ومقرها في لوس أنجلوس، لإنتاج محتوى إعلامي عبر الرياضة والموسيقى والفن والتكنولوجيا وثقافة الشباب. لقد أصبح هيكل عائلة مبابي أكثر احترافية وتنظيما. توظف الشركة التابعة لعائلته اليوم أكثر من 30 شخصاً يعملون في جميع جوانب أعمال مبابي وحياته الشخصية والخاصة والرعاية والمؤسسات والعلامة التجارية والاتصالات. هناك شعور حقيقي بالاحترافية على الرغم من أنه يمكن رؤية حدودها في بعض الأحيان. في مارس 2022 قاد مبابي مقاطعة لبعض الأنشطة التجارية للمنتخب الفرنسي لعدم رغبته في الارتباط بمنتجات مثل سلاسل الوجبات السريعة وشركات المراهنة. لقد كان سفيراً لعلامة تجارية لأغذية الأطفال الصحية تسمى الذوق الجيد، ولذلك تراه معظم الشركات أكثر جاذبية. أصدقائي الأعزاء، حتى الآن لا يزال هناك شعور بأن مبابي لديه مستوى آخر يمكنه الوصول إليه عندما يبدأ مشواره في ريال مدريد كما فعل رونالدو، ومثلما فعل جود بيلينغهام منذ وصوله من بروسيا دورتموند في الصيف الماضي. ليس كل لاعب من الطراز العالمي لديه ما يلزم للتألق في البرنابيو والتعايش مع شدة الأضواء التي تحول لاعبي كرة القدم إلى نجوم، لكنها الأضواء التي كان مبابي يتوق إليها طوال حياته منذ أن نظر إلى جدران غرفة نومه وأراد تقليد رونالدو، ولم يصبح مجرد لاعب كرة قدم عظيم، بل صار قائدا ونموذجا لجيل رياضي جديد. إلى اللقاء.